السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية. احنا توقفنا المرة الماضية عند هذا السلايد، ما شرحناه. خلينا نشرح يا جماعة هذا السلايد، وقبل ما نشرح هذا السلايد خلينا نعمل مراجعة بسيطة. أخذنا المرة الماضية عن البايو ايزوستيرز، وعرفنا إيش هما البايو ايزوستيرز، وقلنا إنه البايو ايزوستيرز هي عبارة عن مجموعات متشابهة مع بعضها بالصفات الكيميائية والفيزيائية، بنبدلهم بينهم وبين بعض. ليش أبدلهم بينه وبين بعض؟ علشان أعمل ليد موديفيكيشن، وعلشان يكون اسمه التغيير أو الموديفيكيشن بايو ايزوستيريك موديفيكيشن. شرط أساسي إنه التارجت ما يتغير، شرط أساسي إنه المرض وبالتالي ما يتغير. أوكي، حكينا كمان المرة الماضية عن أول نوع من أنواع البايو ايزوستيرز. أول نوع اللي هو الكلاسيكال بايو ايزوستيرز، وأخذنا أمثلة عليهم وشرحناهم وشرحنا مجموعاتهم وأنواعهم. الكلاسيكال بايو ايزوستيرز هي عبارة عن مجموعات أو أيونات أو جزيئات أو whatever أو أتومز، شرط أساسي إنها تتشابه وتتطابق بالفالنس شيل أوف إلكترونز، نمبر أوف فالنس شيل أوف إلكترونز. ماشي، نيجي هلأ هون للنوع الثاني اللي هو نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز. نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز هي تلك المجموعات أو الأتومز أو الموليكيولز أو الأيونز اللي إحنا منبدلها بينها وبين بعض، لكن الشرط لا يشترط أن تتساوى وتتطابق بنمبر أوف فالنس شيل أوف إلكترون أصلاً، حتى لا يشترط إنها تكون شبه بعض، فبيلخبط الواحد إيش جاب لجاب. لا، هذا هو بايو ايزوستيريك نون كلاسيكال موديفيكيشن أوف ليد، لكن شرط أساسي البيولوجيكال أكتيفيتي للمركب ما تتغير، يعني لا التارجت يتغير ولا المرض يتغير. هدول مثالين بسيطين، والأمثلة عديدة في هذا الشابتر. هدول مثالين بسيطين بيوضحوا هيك كمقدمة للنون كلاسيكال بايو ايزوستيرز. نيجي لأول مثال اللي بتحدث عن سايكليك أند نون سايكليك ايزوستير. الكل بيعرف يا جماعة الاستراديول، أخدتوه بميديسينال 3، أخدت الهرمونز والستيرويدز بميديسينال 3، ولا يخفى عليكم الاسترادايول. الاسترادايول يا جماعة عبارة عن فيميل سكس هرمون، وهو اندوجينس. شو يعني اندوجينس؟ يفرزه جسم الأنثى. طيب وين المشكلة هلأ؟ هذا الاسترادايول إيش مشكلته؟ والله دكتورة هو كهرمون جوا الجسم ما إلوش مشكلة. هذا الهرمون يا جماعة الاسترادايول الذي تفرزه جسم الأنثى داخل الجسم بيساهم بأشياء كتير، بعمليات بيولوجية عديدة للسيدة، من ضمنها الحمل. هذا يعتبر من مثبتات الحمل، هو والبروجستيرون. أحياناً يا جماعة، أحياناً بعض السيدات أثناء فترة الحمل أجسامهن بتأثر بإفراز الاسترادايول المناسب لتثبيت الحمل، وبالتالي بتضطر السيدة إنها تأخذ هرمون خارجي، صح ولا لا؟ مش اندوجينس، الاندوجينس مش مكفي اللي بيفرزه الجسم. تضطر السيدة، طبعاً الكل بيعرف يا جماعة إن الاسترادايول والاسترون وشلة الاستروجينات هي كلياتها هاي بتتحد مع تارجت اسمه استروجين تارجت، هيك اسمه استروجين ريسبتر، الكل بيعرف استروجين ريسبتر. طيب بالتالي الاسترادايول يعتبر the most potent استروجين بيرتبط مع التارجت، هذا كل انتو بتعرفوه اللي هو الريسبتر، الاستروجين ريسبتر. طيب ايش بتعمل هلأ السيدة، او ايش ممكن يوصف الطبيب للسيدة انها تعوض نقص الاسترادايول اثناء فترة الحمل؟ بكتب لها على حبوب. ايش عملوا طبعا الديزاينرز والميديسينال كيمست عشان يحلوا المشكلة؟ قاموا صنعوا هذا ارتفيشيال، صنعوه برا الجسم، صنعوه باللاب، صنعوه وعملوا منه تابلتس أورالي، ولكن هذه التابلتس أو الأكتيف جريدنت الإسترادايول
كأورال درج ما اشتغلش جوا جسم الست. ليه يا دكتورة ما اشتغل؟ انتوا عارفين ايش السبب؟ لانه يا جماعة شايفين هذه السكندري الكحول؟ شايفينها؟ هاي بتوصل لمرحلة في الجاسترو انتستينال تراكت، انزيمات الكبد بتأكسدها، فالسكندري الكحول على درجة حرارة الجسم بتتأكسد متحولة إلى كيتون، يعني استرون، ويعتبر الاسترون the least reactive استروجين. الاسترون يا جماعة active female sex hormone، ولكنه ليس بالاكتيفيتي المطلوبة للاستراديول، ليس بالاكتيفيتي المطلوبة. إذن هذا يا جماعة بيحصل له لس، يعني لس رياكتيفيتي، ماشي، يعني بتقل الرياكتيفيتي تبعته داخل الجاسترو انتستينال تراكت. اذا السيده اخذته كتابلت ما اشتغلش، يعني ترى بحصل له دي اكتيفيشن، هيك شيء يعني بتحول لاسترون. وانتم بتعرفوا يا جماعه انه الاسترون ما بتتحد بوتنتلي مع الاستروجين زي الاستراديول، ليس بفعالية الاستراديول وليس بالبوتنسي شيء الاستراديول. طب شو الحل؟ والله يا جماعة عدة حلول اقترحوا، من ضمنها اجوا الديزاينرز عملوا هاد، مرق عليكم داي ايثايل سيلفسترول، وهو عبارة عن ارتفيشيال، مش اندوجينوس، ارتفيشيال فيميل سكس هرمون. هذا يا جماعة شايفينه، هل بيشبه هاد؟ لا دكتور، والله في شبه بسيط، يعني أنا شايفة الشبه بسم الله ما شاء الله. هاي الـ OH لتحت وهاي الـ OH لفوق، كذلك الأمر، هاي الـ OH لتحت وهاي الـ OH لفوق. تخيلوا يا جماعة داي إيثايل سيلبسترول ما بيحصل له دي أكتيفيشن بالجاسترو انتستينال تراكت، داي إيثايل سيلبسترول يعني يرتبط بالإستروجين ريسبتر بنفس الفعالية والبوتنسي اللي بيرتبط فيها مين؟ الإستراديول، فبيعطي نفس التأثير. هذا كارتيفيشال، هذا كارتيفيشال فيميل سكس هرمون، هذا ايش يعتبر؟ يعتبر ممتاز، يعتبر بوتنت. وفعلا قعدت فتره، قعدوا فتره السيدات يخطوه اثناء فتره الحمل، ماشي، قبل ما اتحدث اشوف شو حصل له هذا بعدين، ايش الاكتشافات اللي اكتشفوها عنه. خليني اجي للديزاين وللبايو ايزوستيريك موديفيكيشن. تعالوا يا جماعة على الاسترادايول، بتعرفوا يا جماعة انه عبارة عن ستيرويد، والاسترادايول يا جماعة بتكون من اربع حلقات، الحلقة الاولى A وهي الفينول، الحلقة الثانية B والثالثة C، هذول باي سايكليك، والرابعة D، هسه عندي تراي سايكليك. خليني اوصف D، ايش اسمها الحلقة D؟ سايكلو بنتانول. وسايكلو بنتانول عبارة عن ايش؟ عبارة عن سكندري الكحول، ماشي. لاحظوا يا جماعة الشكل العام الاو اتش طال على فوق، هاي هيك اتجاهها، والاو اتش الثانية عاملة بالاتجاه المعاكس لتحت، يعني الاو اتشين هدول الهيدروكسين مش باتجاه بعض، عكس بعض. طيب تعالوا نشوف الديزاينرز كيف قلدوا هذا الديزاين وعملوا بايو ايزوستيريك موديفيكيشن نون كلاسيكال. ايه اللي هي الفينول، هل تغيرت هنا؟ لا، نفسها. إذا هما ما قربوش على A، ما غيروش A. تعالوا على B، إيش عملوا في B؟ فتحوا B، كسروا هاي الرابطة، فراحت السايكل B. فعلا هذه مش سايكل، هاي سايكل؟ لا، لكنها بتشبه B، لكن فتحوا كسروا هاي الرابطة فعملوا لB opening. تعالوا لC، هل ضلت سي زي ما هي؟ لا، كسروا هاي الرابطة وبالتالي حصل رينج اوبننج لسي، هيها. طيب دكتورة هاي الدبل بوند، طب ما هي بتلف، خلاص يا دكتورة هذه إذا لفت بتغير الكونفيجريشن وبتغير الكونفيرميشن للمركب الديزاين، وهاي هذه لما بتلف بتنزل هذا لتحت، لا أنا بدي لفوق، بدي هذا لتحت، ماشي، او العكس صحيح، عشان لما يقلبوا يعرفوا يرتبطوا بالاستروجين ريسبتر. قاموا شو عملوا؟ حطوا دبل بوند هون عشان السنجل بوند هذه ما تلف، لانه اذا لفت ما خلص، يعني عملوا رينج اوبننج هون وعملوا رينج اوبننج هون، اصبحت هدول الباي سايكلز اصبحوا حرين، بطلوا سايكلز، ماشي، اصبحوا حرين.
وبالتالي صار في حرية حركة هون. شو قصة حرية الحركة هاي؟ هذه يا دكتورة السنجل بوند صارت تلف، ممكن تغير الكونفورميشن وتغير البيو اكتف كونفورميشن للاستراديول او للديزاين العام. طيب قاموا حطوا دبل بوند هون عشان يمنعوا السنجل بوند انها تلف، وبالتالي حتضلها الاو اتش هذه فوق وحتضلها الفينول هذه او اتش لتحت. ماشي؟ طيب هدول الباي سايكلز بي وسي تم تغييرهم ب، خلينا نعد، 1 2 3 4 5 6 ست كربونات. هدول الباي سايكلز بي وسي تبدلوا بايش؟ بثري هكسين. مش انا عندي هنا على 3 هكسين، مش انا عندي هنا دبل بوند، 3 هكسين. 1 2 3 4 5 6. اذا الباي سايكليك هدول تبدلوا بايش؟ بثري هكسين. هل هدول الباي سايكلز هدول بي وسي هل هم كلاسيكال بايو ايزوستير ولا نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز؟ نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز. دكتوره تفضلي. هلا الاو اتش اللي فوق حكينا انه هي بتتحول لكيتون وهذا سبب انها بتخلي المركب ليس اكتف، بس هي ضلت تحت مثل ما هي. ايش الاو اتش اللي فوق ضلت تحت مثل ما هي تحت هنا قصدك؟ اه دكتوره. طيب انا جاياها هاي، اوكي، انا قصدي على ان انا الان مركزه على بي وسي، تغيروا شو صاروا؟ شو صاروا؟ صاروا 3 هكسين. هل 3 هكسين هي كلاسيكال ولا نون كلاسيكال بايو ايزوستير؟ لا، الباي سايكل بي وسي لا نون كلاسيكال. تعالوا على سايكلوبنتانول، ريحوا راسهم من الاكسده وريحوا راسهم، راحوا استبدلوا السايكلوبنتانول بالفينول. هل الفينول تتاكسد جوا الجسم؟ لا. هل الفينول يا جماعه، الفينول عباره عن اروماتيك الكحول. الفينول يا جماعه ذا كيمستري اوف فينول، اخذته انتم بالعضويه، ذا كيمستري اوف فينول تختلف تماما عن الكيمستري اوف اليفاتيك الكحولز. هذا انتم كله اخذتوه بالعضويه، ماشي؟ هذه السكندري الكحول. الفينول هون يا جماعه ما هيش سكندري بصراحه، هاي تعتبر تيرشري. هذا واحد اذا انا بدي اصنفها. ثانيا هذه اروماتيك. الفينول يا جماعه جوا الجسم ما بتاكسد وبيعطي كيتون، لا، لانه اذا بده يتاكسد ويعطي كيتون الاروماتيسيتي بتنكسر، ولا يمكن الاروماتيسيتي تنكسر، ولا يمكن. ماشي؟ اذا هون يا جماعه هذا لا يمكن، الفينول داخل الجسم لا يمكن يتاكسد ويعطيني كيتون ابدا، عمرها ما صارت ولا حتصير. لكن السايكلوبنتانول ممكن تتاكسد وتعطي سايكلو ايش؟ بنتانول. هاي هي، اوكي. فقاموا غيروا السايكلوبنتانول، شو حطوا بدالها؟ فينول. وهذه الفينول حافظت على ثباتيه الديزاين وثباتيه الهرمون المصطنع، ماشي؟ طيب هل الفينول كلاسيكال ولا نون كلاسيكال بايو ايزوستير للسايكلوبنتانول؟ نون كلاسيكال بايو ايزوستير. اذا شو التغيير اللي عملوه هنا؟ نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز غيروا الباي سايكليك بي سي ب 3 هكسين وغيروا السايكلوبنتانول للفينول، مع انه الديزاين هل هذا ثابت ريجيد؟ نعم. هل هذا ثابت ريجيد؟ نعم ريجيد، اوكي، له ريجيديتي صحيح، هي بتلف وهي بتلف، تلف. الكونفيجريشن مش كثير حيتغير، الكونفورميشن بايو اكتف كونفورميشن ما كثير حيتغير، ماشي؟ لكن وهذه الاو اتش ضلت فوق وهي الاو اتش ضلت اتجاهها فوق، هاي الاو اتش ضلت اتجاهها تحت، هاي الاو اتش ضلت اتجاهها تحت عشان لزوم الهيدروجين بوند مع الاستروجين ريسبتور، اوكي. داي ايثال السيلبسترول يا جماعه هو ارتفيشال زي ما حكينا، سكس فيميل هرمون، قعدت السيدات البريجننت ياخذوه لحد ما انسحب من السوق زي ما بتعرفوا. ليش انسحب من السوق يا دكتوره؟ واصبح يستخدم في الفيترينري ميديسن بالطب البيطري، ولانهم اكتشفوا انه للاسف رغم البوتنسي تبعته ورغم الثباتيه تبعته الا انه لا يستخدم يا دكتوره لا يصلح للاستخدام البشري، لانهم اكتشفوا بعدين انه يؤثر على اليوترس
ويؤثر على الأوفيريان. لمين؟ للبيبي جيرل، مش للسيدة الحامل. لا، سيدة الحامل ما بيصيبها إشي. بيأثر على مين؟ بيأثر على البيبي جيرل، مش البيبي بوي. بيأثر على الجهاز التناسلي، بيسبب ضمور للجهاز التناسلي للبيبي جيرل. وبالتالي يعني إيش معناته هذا الحكي؟ معناته يا جماعة أنه هذا قعد سنين. إمتى اكتشفوا؟ بعد ما البيبي جيرل انولدت وكبرت وفي مشكلة بالبلوغ وفي مشكلة لاحظوا رجعوا شافوا الأم شو كانت تأخذ، شافوا رجعوا لتاريخ الأم شو كانت تأخذ أثناء الحمل. عشان هيك يا جماعة بتديروا بقدرها بقدر بالها السيدة الحامل شو كانت تأخذ أثناء الحمل، كله بطلع في البيبي. أوكي، فتم سحبه من الأسواق. نيجي يا جماعة للمثال الثاني، هذا السايكل. بقول لك هنا سايكليك بدلوا بنان سايكليك، صح؟ بدل هذا السايكليك بدلوها بنان سايكليك. وكمان مش بس هيك، الخماسي بدلوه بسداسي، ومش بس هيك الألفاتك بدلوه بأروماتيك. كله بيصير في النان كلاسيكال، يعني في بحبوحة كبيرة في النان كلاسيكال، مش زي الكلاسيكال ريستريكتد. سوري، تعالوا على الاكشنجبل جروب، تعالوا يا جماعه على الكربوكسيليك اسيد بايو ايزوستير. الكل بيعرف الكربوكسيليك اسيد هيها. احيانا يا جماعه، احيانا رغم يا جماعه الحامضيه العاليه للكربوكسيليك، الا انه يا جماعه وجود الكربوكسيليك اسيد في الديزاين مشكله. اوكي، وجود الكربوكسيليك اسيد مشكله. ام سوري، في لحظة شوي، في شيء هون بس أتأكد من التسجيل. عفوا، بسم الله. طيب يا جماعة، الكربوكسيليك أسيد أحيانا بتكون بتسبب مشكلة للجزام. وإيش هي أشهر المشاكل؟ أشهر المشاكل يا جماعة البولاريتي العالية، أشهر مشاكلها الإلكترونيجاتيفيتي العالية، أشهر مشاكلها الهيدروفيلسيتي العالية، أشهر مشاكلها الأسيديتي العالية. كمان الأسيديتي، أيوة الأسيديتي. وبالتالي زي ما حنشوف يا جماعة بأمثلة الكربوكسيليك أسيد، بنضطر نشيل الكربوكسيليك أسيد ونحط بدالها أسيدك لكن أخف. مين الموست أسيدك دروجز؟ الكربوكسيليك أسيد. هذا ما فيش فيه اتصال. The most أسيدك دروجز الكربوكسيليك أسيد. هذا لا يعني أنه ما فيش أسيدك دروجز، في لكن أقل أسيديتي. زي ما أنتم شايفين يا جماعة السلفونيليوريا أو السلفوناماين. دكتورة هي وينها الأسيديك هيدروجين؟ هيها. معقول يا دكتورة؟ إحنا قلنا يا دكتورة إنه الهيدروجين يعني الأمايد نيوترال. هذا إذا كان أمايد لحاله، لكن إذا كانت جارتهم هاي اللي هي السلفون ماشي أو السلفونيل، أوكي، هذه يا جماعة السحب الإلكتروني بيزيد. خلينا يا جماعة أشوف إذا في ألم ولا لأ. راح الألم، ما فيش ألم. المهم شوفوا السحب الإلكتروني، هاي أول رابطة تسحب، الرابطة الثانية بتسحب، الرابطة الثالثة بتسحب، الرابطة الرابعة بتسحب، وهدول أوريدي بيسحبوا الكربونيل والنيتروجين كمان بتسحب. هذه أصبحت أسيديك هيدروجين. زي ما قديش البي كي اي من 6 إلى 8 السلفون اليوريا. تعالوا هنا يا جماعة على التترازول، لاحظوا كم. لا يا جماعة النيتروجين بتسحب، الإلكترونيجاتيفيتي إلها منيحة، بتسحب وهي النيتروجين بتسحب وهي النيتروجين بتسحب وهي النيتروجين بتسحب، كله بسحب من كله تترازول، وبالتالي هذه صارت أسيد. قديش البي كي اي للتترازول؟ والله ما بعرف، يو كان فايند إت من النت، لكنها أقل من مين؟ أقل من السلفون اليوريا، يمكن قريب 9 ما بعرف، يمكن 8 9 ما بعرف. أوكي، هاي هي. وبالتالي يا جماعة بيضطروا إنهم يخففوا الأسيديتي، يخففوا البولاريتي، يخففوا هذا الشيء كلياته، فبيستعيدوا بالكربوكسيليك أسيد بإيش؟ بالسلفوناماد أو سلفونيليوريا، أو بيستعيدوا فيها بإيش؟ بالتترازول إلى آخره. فلما بيعملوا هذا التغيير البايو أيزوستيري للليد، تمشي أمور الليد بشكل ممتاز. هل هذه المجاميع تعتبر كلاسيكال ولا نون كلاسيكال بايو ايزوستيرز؟ لا، الكربوكسيليك اسيد طبعا نون كلاسيكال بايو ايزوستير.
تعالوا يا جماعة على حالة شاذة، يا ساتر هذول مش هم اللي احنا أخذناهم بشابتر 2، مش هذول آخر درس، بروميثازين برومازين دراميبازين، هذول يا جماعة أصلاً هذا الديزاين العام لما نعمل انعمل على سبة إنه إنهم يكونوا منه النيوروليبتيك دراجز. أوكي؟ النيوروليبتيك. طيب إيش حصل؟ مغيروا هاي السلفر، هاي السلفر غيروها. قديش السلفر يا جماعة؟ ستة. هاي السلفر غيروها، شو حطوا بدالها؟ عملوا ديزاين حطوا بدالها فينيلين. فينيلين طب هذه ستة، الفينيلين قديش؟ عشرة. وحطوا أو حطوا بدالها إيثيلين، قديش الإيثيلين؟ 12. إذا أنتوا حسبتوا ماشي؟ آها، إذا الستة هل تكافئ العشرة والاثناش؟ لا طبعاً دكتورة، إذا هذا نون كلاسيكال بايو أيزوستير. لكن المفاجأة كانت لما عملوا هذا التغيير، التارجت تغير وصاروا أنتي ديبريسنت دراجز. على فكرة يا جماعة هم هدول بعدهم يعني النيوروليبتك وأنتي ديبريسنت دراجز بعدهم بيروحوا على السي ان اس، بعدهم بيروحوا على سنترال نيرفر سيستم. لكن وجود السلفر بيرتبطوا اكثر كيف كنيوروليبتيك دراجز، بينما لما تروح السلفر ويحطوا بدلها ايش؟ هيدروكاربونز، بيروحوا وين؟ على الانتي ديبريسنت تارجتس. وهي الحاله الوحيده الشاذه او المعروفه، انا بعرفش اذا في حالات ثانيه، هاي احد الحالات الشاذه اللي اعتبروا هذا التغيير بايو ايزوستيرزم اللي غير المرض وغير التارجت. ماشي، هاي الحاله الوحيده. تعالوا على هذا السلايد، بسالك سؤال يا ديزاين، بقول لك if the bio isosteric modification for receptor binding decreases lipophilicity. انت يا ديزاينر عملت بايو ايزوستيريك موديفيكيشن، ليش؟ عشان تقوي البايندينج مع الريسبتور، عشان تحسن الامور الديناميكيه. تحسنت الامور الديناميكيه، مين تقهقرت ومين تاثرت؟ الامور الكاينتيكيه اللي هي عفوا اللايبوفيليسيتي. ايش تعمل يا ديزاينر؟ ترجع بكلامك بطلنا ولا شو؟ ولا بتدور لك على جروب تانية تعدل فيها وتزبطها؟ هنا يا جماعة بيقول لك يجوز البيو ايزوستيريك موديفيكيشن أن يحدث أكثر من مرة بنفس الديزاين بهدف أني أطوره وأحسنه. فبيقول لك هنا you may have to modify different part of the molecule، يعني بتروح على شقفة تانية أو part أخرى أو جروب أخرى في المولكيول تغيرها وتزبطها وتعدلها. ماشي، علشان ايش؟ تغيرها وتضبطها علشان تتحسن اللايبوفيليسيتي. كما في هذا المثال البسيط، عندي درج، هذا الليد عندي درج، هذا الدرج فيه عليه اتش معينه، اتش هيدروكربون. انا بدي اعدل الامور الديناميكيه للدرج، راح الديزاينر شال الاتش وحط بدالها او اتش. طبعا يا جماعه وجود الـ OH في هذا الموقع خلق ايش؟ خلق هيدروجين بوند دونر وخلق هيدروجين بوند اكسبتر، صح ولا لا؟ اذا وجود الدونر او الاكسبتر او كلاهما معا، هل يزيد البايندينج مع الريسبتر؟ طبعا يزيد البايندينج مع الريسبتر. طيب بس يعني هاي الأفينيتي زادت، لكن تبديل الهيدروجين بالأو اتش ايش عمل باللايبوفيليسيتي؟ قللها. ليش؟ لأنه زاد الهيدروفيليسيتي وزادت البولاريتي، وبالتالي الهيدروفيليسيتي زادت، تباعا لذلك اللايبوفيليسيتي قلت، مما أحدث مشكلة. ماشي؟ وبالتالي قلت الأكتيفيتي من الناحية الكاينتيكية، زادت البوتنسي من الناحية الديناميكية، ولكن من الناحيه الكينيتيكيه قلت اللايبوفيليسيتي، وبالتالي قلت الاكتيفيتي اللي هي الابزوربشن، سرعه الابزوربشن قلت. في ابزوربشن بس سرعته قلت. ماشي، ماذا يفعل الديزاينر؟ يرجع في كلامه يقول بطلنا نعدل، ولا بدور على قرعه مثل اكس بيغيرها بواي، حيث واي از مور لايبوفيليك ذان اكس.
في شيء بحط بدال هواء. الأمر الذي يؤدي إلى إنه اللايبوفيليسيتي بتزيد. هنا يا جماعة كم تعديل بايو أيزوستيري؟ تعديلين. التعديل الأول كان إيش؟ كان لزيادة الأفينيتي وتحسين الفارماكوديناميك. التعديل الثاني كان إيش؟ كان عشان اللايبوفيليسيتي، تحسين الوضع الكاينتيكي أو صفات الكاينتيكية للديزاين. ماشي؟ وهنا عاد بسألك سؤال، مين هي إكس هلأ؟ حذر، من عساها تكون إكس؟ سميها، مين هي إكس التي أستخدمها for second modification؟ هل هي فارماكوفور، أكسوفوريك إنترفير، أكسوفوريك دانبلينج؟ بسرعة، أكسوفوريك دانبلينج. نعم، أكسوفوريك دانبلينج. The أكسوفوريك groups that do not interfere the binding. That do not interfere the binding. ماشي؟ إذا أستطيع إني أغير وأعدل وأضبط أكثر من مرة بايو أيزوستيريكالي الليد علشان أضبط الأمور الديناميكية وأضبط الأمور الكينيتيكية. شرط أساسي ما يتغير التارجت وبالتالي ما يتغير المرض. تعالوا يا جماعة على أمثلة، ورح أبدأ بأول مثال. الفلور إز بايو أيزوستير، وكلاسيكال بايو أيزوستير لمين؟ للهيدروجين. حكينا قلنا دكتورة هو ليش كلاسيكال مع إنه هذا سبعة وهذا واحد؟ لا حكينا وقلنا إنه الحجوم، حجم الفلور تقريبا زي حجم مين؟ الهيدروجين، نفس الحجم. وبالتالي جماعة الفاندرفالز راديوس بينهم، الفرق بينهم زي ما تشوفون الفاندرفالز راديوس للهيدروجين 1.2 أنجستروم، بينما للفلور 1.35 أنجستروم. الفرق بينهم 15% أو 15%، صح ولا لا؟ 15% أنجستروم موشي. هاي الشغلة. الشغلة الثانية حكيناها قبل، إنه بما إنه الفلور يحتاج إلى إلكترون واحد حتى يصل إلى الأوكتت، حتى يصل إلى أقرب غاز نبيل اللي هو النيون، أيضاً الهيدروجين يحتاج إلى إلكترون واحد يكسبه حتى يصل إلى أقرب غاز نبيل اللي هو الهيليوم. ماشي؟ فاعتبر الفلور بايو أيزوستيريك، كلاسيكال بايو أيزوستيريك جروب لمين؟ أو يعني جروب لمين؟ للهيدروجين. ليش يا دكتور احنا منبدلهم؟ يا دكتور ايش جاب لجاب؟ أنا عندي دكتورة هون الإلكترونيجاتيفيتي عالية، وأنا عندي هون دكتورة إلكتروبوزيتيفيتي عالية، ولا دكتور الاثنين شتان على طرفين نقيض؟ عشان تعرفوا إنه 20% من الدرجز آر فلورينيتد. ليش يا دكتورة؟ بتكون الهيدروجين بحكم موقعها، بحكم موقعها بنضطر نشيلها ونحط فلور. وي نيد ات، وي نيد فلور هير، وي نيد ات علشان يحسن ويضبط امور الدرج كما في الامثله التاليه. وركزوا معي يا جماعه، هلا من هلا لاخر الشابتر راح نعدد امثله. كل مثال انتشر بمجله عالميه بسنه معينه وبفوليوم معين لهذه المجله وإله رقم صفحة معين، وهون بين قوسين الجروب اللي اشتغل الشغل هاد أو اللي اشتغل البحث هاد. كل كيس من هدول كلهم كيس ستاديز. كل كيس من هدول بدي اياك تركز على كل إشي، إيش هو المرض اللي بدهم يعالجوه، إيش هو التارجت اللي كانوا متقصدينه، إيش المشكلة بالليد اللي عملوا له ديزاين وصنعوه. طيب كيف حلوا المشكلة؟ طب كيف صار الليد بعد ذلك؟ قبل وبعد، هذا كلياته ينعرف وينحفظ، كله بينسأل فيه بالامتحان. فركزوا معي، قبل ما أبدأ بهذا الكيس، قبل ما أبدأ تعالوا على المربع الصغير، وهذا المربع والله ما حطيته، هو موجود في السلايد أصلا ماشي، لكن طالما موجود خلينا نقرأ. هذا برجعكم للذي مضى، برجعكم للأيونيزيشن البي كي اي، هذا برجعكم لشابتر 3. شو القصة يا دكتورة؟ القصة يا جماعة إنه البي كي اي هنا تصف الأمينات، والبي كي اي هنا تصف الكربوكسيليك أسيدز. ماشي؟
تعالوا هون يا جماعة، ما تأثير الفلور كإلكترون withdrawing group كmost electronegative atom؟ نعم the most electronegative atom بالجدول الدوري اللي هو فلور. إذن بحكم الإلكترونيجاتيفيتي العالية لا الفلور السحب الإلكتروني بيكون عالي بالدرج اللي بنحط فيه الفلور. هون دكتور احنا هون ليش بنحط الفلور؟ والله يا دكتور احنا هون بنحط الفلور والله علشان عدة أسباب، من ضمنها وأهمها إيش؟ الإلكترونيجاتيفيتي للفلور، هاي أهمها. طيب يا جماعة إلكترون withdrawing group ما هو تأثيره على PKA للأمين وعلى البيسيسيتي للأمين؟ بسرعة، امتحان كل خميس. ما تأثير الفلور والإلكترون withdrawing group على PKA؟ بتقل PKA. نعم، وإيش بيصير للأمين؟ بسرعة، البيسيسيتي للأمين بتزيد ولا بتقل؟ ألو؟ ألو ألو؟ دكتورة ما دام البي كي اي بتقل فالأمين بيقل بس بتقل. الحمد لله صح، شكرا. نعم، كلما قلت البي كي اي للأمين كلما البيسيسيتي للأمين بتقل، كما في المثال أو الأمثلة البسيطة التالية. عندي هون أنا مثل أمين هيدروكلورايد أو أمونيوم هيدروكلورايد. لحظة شوية يا جماعة، هذه غلطة سلايد مش غلطتي. هون شايفين هاي السي اتش اللي بالنص، الرقم هون اللي تحت الاتش مش 3 2 ماشي. اذا انتم فاتحين على الدوسيه حطوا 2 هون، سي اتش 2 سي اتش 3. شوفوا يا جماعه هذا الميثيل امين، الميثيل امين هذا يا جماعه اليفاتيك ولا اروماتيك؟ اليفاتيك. شنو هو برايمري امين؟ طب البرايمري اليفاتيك امين البيسيسيتي له عالي ولا لا؟ عاليه. شوف البي كي اي معلاها 10.7. إذن هذا الأمين يفضل أن يكون متأيناً، صح ولا لا؟ يفضل أن يكون متأيناً على أن يكون متعادلاً في الجسم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب أمشالو H H من هاي، أمشالو H من الطرفية CH3 وحطوا فلور. طبعاً يا جماعة الرسمي هاي غلط، المفروض الفلور ينحط هون بالأخير. معلش يا جماعة، لما نشالوا H من الـ CH3 صارت CH2، صح ولا لا؟ CH2. فأنتوا شيلوا الـ 3 اللي هون وحطوا 2، معلش. هاي آخر غلطة مطبعية هون في الـ سلايد. أوكي؟ حطوا الفلور هون. ما تأثير الفلور على الـ lone pair of electrons للأمين عبر سيجما بوندز؟ الفلور بتسحب الإلكترونات فبتأثر اللون pair of electrons للأمين. ولما بتأثر اللون pair of electrons للأمين بالسحب الإلكتروني، عملية إنه يأخذ الهيدروجين من الوسط المحيط بتتأثر وبالتالي بتقل البيسيسيتي. شوفوا شو صار في البي كي اي، نزلت 1.7 لكن بعدها البي كي اي عالية، بعدها البي كي اي عالية، دليل على إنه فلورو إثيل أمين لا يزال صامد ولا تزال البيسيسيتي عالية رغم وجود الفلور. مشالوا كمان إتش وحطوا فلور أخرى، كمان فلور تانية، داي فلورو إيثايل أمين أو داي فلورو إثيل أمين. إيش حصل للسحب الإلكتروني للون بير اوف الكترونز على اللون بير اوف الكترونز للنيتروجين؟ زاد، فتاثرت اللون بير اوف الكترونز للنيتروجين، وبالتالي حركه انه اخذ او اخذ البروتون من الوسط المحيط تاثرت وضعفت. وهو شو يعني بيسيسيتي اوف امين؟ قدره النيتروجين شيت الامين على اخذ البروتون من الوسط المحيط. وانتم ناسين انه الامين هو سراء البروتون من الوسط المحيط، ولما بياخذ البروتون ايش بيصير فيه؟ ايونايزد. وايش مشكله الايونايزد؟ ابدا ما لهوش مشكله، ما احلى ومهضوم، بس كل ما هنالك بيعديش الممبرين بس، بضلوا برا، بضلوا برا الملعب اوت. ماشي، شوفوا شو صار في البي سي سي تي، قلت وقلت البي كي اي صارت 7.3. طيب معناته
ظاهرة الأيونيزيشن والبروتونيشن شيت الأمين قلت، قاموا شالوا الهيدروجين الثالثة من الطرف وحطوا الفلور الثالثة تراي فلورو أثل أمين. شوفوا البي كي اي كيف نزلت من 10.7 ل 5.7، خمس درجات نزلت، خمس درجات. الأمر مين أخذنا خمسة بي كي اي له خمسة؟ مين؟ البيريدين. مين كمان أخذنا يا دكتورة هيك ضعيف والبي كي اي بنا؟ مثل الأليلين، هو يبقى بيس ولكنه ضعيف. يعني حركة إنه النيتروجين تأخذ البروتون من الوسط المحيط وتعطيني الأيون أو البروتونيتد أمين ضعفت كتير، فأصبح هذا خف الله هذا الأمين صار يفضل يكون نيوترال. إذن وجود الفلور كموست إلكترونيجاتيف أتوم بدرج الأمين، إيش بيعمل هذا الفلور؟ بيقلل البي كي اي، وبالتالي بتقل البيسيسيتي أوف أمين، وبالتالي الأيونيزيشن والبروتونيشن للأمين بتقل. المعدل نسبة الأيونيز للأن أيونيز، نسبة الأيونيز بتقل، هو في أيونيزيشن لكن مش 100%، تنزل لخمسين بالمية، تنزل لأربعين بالمية. طب 60% إيش؟ نان أيونيز، والنان أيونيز هو اللي بعبر. طيب تعالوا على الأسد، ماذا يفعل الفلور؟ وجود الفلور للأسيديتي أوف أسيد بسرعة بيزيدها ولا بيقللها؟ ماذا يفعل الإلكترون والدروينج جروب للأسيديتي أوف أسيد؟ بيزيد الأسيديتي، بتزيد الأسيديتي، ممتازة، بتزيد الأسيديتي. بنعرف إحنا إنه الإلكترون والدروينج جروب بتقلل البي كي اي، فكلما قلت البي كي اي للأسيد زادت الأسيديتي. شو يعني أسيديتي دكتورة؟ أسيديتي يعني الأسيد، الله سبحانه وتعالى خلق له بيلد إن أسيدك هيدروجين، زي الأسيدك أسيد هذا، الحمد لله خليك أسيدك أسيد، هذا فيه هيدروجين أسيدك. شو يعني هيدروجين أسيدك؟ انتمائها للمركب ضعيف. ليش؟ رابطتها مع المركب ضعيفة. ليش؟ بسبب السحب الإلكتروني للكربوكسيلات على مين؟ على الهيدروجين. هذه سي او او، هذه مجموعه بتسحب الالكترونات، ترحمش ساحب الالكترونات. وبالتالي يا جماعه ايش بيصير في الاسيديتي للهيدروجين؟ بتزيد، صارت هذه اسيديك هيدروجين. البي كي اي للاسيتيك اسيد 4.7 which is acidic. yes. طيب ماذا يحدث؟ شو يعني اسيديتي؟ يعني هاي الاسيد، هاي الاسيديك هيدروجين بتغادر محولة الأسيد إلى أيون سالب، بتغادر خلص هيك عن طيب خاطر، بتغادر للوسط المحيط، البروتوني بتغادر في الوسط المحيط مسببة أيونيزيشن لمين أو دي بروتونيشن لمين؟ للأسيد أو الأستيك أسيد. طيب راحوا شالوا هيدروجيني من السي اتش 3 وحطوا فلور، صار عندي فلور وأسيتيك أسيد. شو صار في البي كي اي؟ شو صار؟ اللي حصل يا دكتورة ان البي كي اي قلت والاسيديتي زادت. ليش؟ لانه السحب الالكتروني زاد على الهيدروجين، السحب الالكتروني زاد على الهيدروجين، السحب الالكتروني. ولما زاد السحب الالكتروني يا جماعة على الهيدروجين، انتمائها قلب زيادة ورابطتها بالأسيد قلت، فازدادت أسيدك، وسرعة خروجها ومغادرتها للوسط المحيط زادت. شالوا الإتش الثانية وحطوا كمان فلور، زاد السحب الإلكتروني على الهيدروجين، فانتمائها قلب زيادة، وبالتالي الأسيديتي للهيدروجين زادت، وبالتالي الأسيديتي للأستيك أسيد زادت. شوفوا البي كي اي 1.2، حطوا الثالثة، شالوا الهيدروجين الثالثة وحطوا الفلور الثالثة، وحصلنا هون على the most acidic and polar solvent بالكيمياء العضوية، بالorganic chemistry. The most acidic and the most polar
solvent. إذا بدك تعمل تفاعل بدك polar, بول يعني polar solvent عالي. أوكي؟ شو بتختار؟ تختار trifluoroacetic acid. قديش الأسيديتي له؟ 0.2. شوف من 4.7 ل 0.2. شو صار يا جماعة على الأسيديتي of hydrogen؟ زادت لأنه انتمائها قل. لأنه بسبب السحب الإلكتروني لترايفلورا. أوكي؟ إذن وجود الإلكترون والدروينج جروب الفلور مع الأمين بقلل البي كي اي وبالتالي بقلل البيسيسيتي للأمين. وجودها مع الكربوكسيليك أسيد بقلل البي كي اي لكن بزيد الأسيديتي للكربوكسيليك أسيد. ماشي؟ هاي مراجعة بسيطة لشابتر 3. هاي مراجعة بسيطة للأيونيزيشن والديسوسيشن، صح ولا لا؟ طيب يا جماعة تعالوا على الكيس. هلا راحوا طبعا هاي الكيس يا جماعة انتشرت بجيرنال اوف ميديسينال كيمستري سنة 2008. الفوليوم للجيرنال كانت 51، الصفحة 4239. كان الجروب البحث اللي اشتغل على هذا الشغل اللي هو الميرك على سبة انهم يعملوا انتي تومر ليد أو ريأجنت. استهدفوا مين؟ أي بروتين؟ استهدفوا كاينيس سين سبندل بروتين. فإن الانهبيشن دكتورة الانهبيتر دكتورة للإنزيم. طب يا جماعة ما الإنزيم نوع من أنواع البروتينات، ماشي؟ إذا كاينيس سين سبندل بروتين أو إنزيم، لما بنعمل له انهبيشن إيش بيحصل للتيمورجينيسي؟ الورم ايش بيحصل للتيمورجينيسي؟ بقل الورم، بخف الورم، وتكاثر الورم بيوقف. ماشي؟ هاي هي قاموا عملوا هذا النضوي. شايفين الليد؟ عملوا هذا الليد. قبل ما ابدا اطلعوا بص شوف هذا الليد اسيد ولا بيس ولا نيوترال؟ بسرعه اسيد ولا بيس ولا نيوترال؟ خلونيش أستنى كتير. حدا يحكي أي شيء. بيس دكتورة. بيس وين البيس حبيبتي؟ شاوري لي عليه. احكي لي كذا موجود في كذا. وصفي لي. النيتروجينات اللي هون. النيتروجين وين؟ أنا عندي هنا ثلاث نيتروجينات. أي واحدة فيهم؟ الحلقة اللي عندها المثل. يس ممتازة. هذا هو البيس. تيرشري أمين. هذا هاي الحلقة اسمها مثل بيبريدينيل. مثل بيبريدين مش بيريدين. البيريدين أروماتيك، هذه بيبريدين هذه ألفاتيك. بيبريدين مثل، وهذا الأمين تيرشري. يا رب يعطيني ألم للتيرشري. عرفتوا الموضوع كيف؟ أيوة. نرجع تاني. طب دكتورة هذه النيتروجين، هاي النيتروجين معلش أذكركم، هاي النيتروجين مالها؟ نيتروجينة أمايد، الأمايد نيوترال، وهاي نيتروجين نيتروجينة أمايد. طب دكتورة الـ OH هاي اسم الله، الـ OH الكحول، فالـ OH هنا يا جماعة نيوترال. في ناس قالت فلور، يا علي فلور بكنش العشم، الكلهالايد. الكل هالاد يا جماعة جو الجسم بتصرف على أنه نيوترال. إذن أنا عندي هنا بيس والبي كي اي 8.8. سؤال، في 8.8 في الجسم؟ قولوا لي في 8.8 في الجسم؟ لا. في بي اتش 8.8؟ لا. أعلى بي اتش في الجاسترو انتستينال تراكت بالدودينام هي إيش؟ 8.2. إذن هذا محلمش. يعطيني 50-50 ايونايزد و 50 نون ايونايزد. محلمش. ليش؟ لانه ايونايزد معظم وقته. طب دكتور هذا ما بيكونش ان ايونايزد؟ بيكون. طب قديش النسبه؟ ارجع للنسب، ارجع للكيرف واحسب النسب، ارجع للقانون اللي بيحسب لك نسبه الايونايزد للبيس. عوض ببي كي اي 8.8 وعوض بالبي اتش 8.8. شوف قديش نسبه الايونايزد لنسبه الان ايونايزد، صح ولا لا؟ انت روح احسب. لكن هذا يا جماعه مبين تيرشري امين الفتك. البي كي اي له عاليه يعني البيسيسيتي عاليه. شو المشكله؟ طب ما فهمنا المشكله.
سواء هذا اي في او اورال بيعديش الممبرين وبيحصل له اكسكريشن باي بيتا جلايكوبروتين. هذا بيتا جلايكوبروتين بروتين مختص ببعض الدرجز او بعض انواع الدرجز وبعض انواع الفانكشنال جروبس، بيحولها لفورم تاني ويلا برا على التكرير، يلا برا الجسم، برا برا اكسكريشن اكسكريتد قبل ما يوصل للتارجت. سواء كان هذا، لنفرض انه هذا اورال، لنفرض انه هذا اورال موجود بالجاسترو انتستينال تراكت، يتاخر امتصاصه لانه بروتونيتد او ايونايزد داخل مين؟ داخل المعده. بيطلع من المعده بوصل للدودينم. الدودينم يا جماعه فيها مختلف انواع البي اتش وارقام البي اتش، ماشي، الى ان يصل 8.2. هل 8.2 تساوي 8.8؟ نو. يعني لما يوصل ل 8.2 ما بوصل لديسوسيشن، او ما بوصل، ما بيعطيني 50-50. افهم من هيك دكتوره انه هذا لانه البي كي اي له عاليه يبقى متأينا معظم الوقت، وعندما يصل الى 8.2 ويصير يعطيني نيوترال دكتوره بيطول المشوار، بيكون الامتصاص بطيء، بيطول حتى يعطيني النيوترال. قبل ما يتحول للنيوترال ويبدا امتصاصه من الجاسترو انتستينال تراك، لانه طول طول لتحول للنيوترال عند 8.2 لما عندي او اتش ماينس، بيجي قبل ما يمتص، قبل ما يتم امتصاصه بيجي البيتا جلايكوبروتين بيعمل له اكسكريشن، يلا برا 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 يا حبيبي برا. اذا هذا بيحصل له اكسكريشن قبل ما يعبر الجاسترو انتستينال تراكت وقبل ما يعدي الجاسترو انتستينال تراكت. ليش يا دكتوره؟ لانه بيطول الابزوربشن تبعه. ليش؟ لانه يبقى متاين معظم الوقت في الجاسترو انتستينال تراكت. ليش؟ لانه البي كي اي له عاليه. لنفرض انه هذا حطوه اي في، لنفرض انه هذا حطوه اي في، يعني هذا موجود في البلد هلا، ما بدناش من نيت الجاسترو انتستينال تراكت، اوكي، لنفرض ان هذا بالبلد. طب البلد قديش البي اتش له؟ 7.4. قولوا لي يا جماعه البلد في 8.8؟ لا. اذا ما احلمش انه في البلد هذا يعطيني 50-50، ماشي، ما احلمش. اذا بالبلد يا جماعه يبقى متاينا طول الوقت. ارجعوا للترم احسبوا قديش نسبه الايونيزيشن في البلد لهذا، عوضوا ببي كي اي وعوضوا ببي اتش بتساوي 7.4 بالقانون تبع الايونيزيشن، واحسبوا نسبة الايونيزيشن لهاد، احسبوها شوفوا قديش نسبة الايونيزيشن للنن ايونيز. مين اللي بعبر الممبرين وبوصل للتارجت؟ يا جماعة التارجت موجود جوا خلية التومر، هيو التارجت موجود جوا خلية التومر، يعني في ممبرين خلية بده يعدي. هل بيعدي ممبرين الخلية وهو على هذا الشكل؟ لا، ما بيعدي. ليش يا دكتورة؟ لأنه طول الوقت جوا البلد ايونايزد، فما بيعدي الممبرين، وهو قاعد برا بس بيستنى الممبرين يدخله، والممبرين ما بده يدخله بالطريق. مين بيقابل؟ بيتا جلايكوبروتين. يلا يا حبيبي، طب بتعمل ايه هنا يا حبيبي؟ تعمل ايه هنا يا روح امه؟ يلا برا، هيو على التكرير، يلا يلا يلا، هاي هالكلية، هاي الرينال سيستم، يلا برا. من قبل ما يدخل الخلية ويعبر بيكون حصل له اكسكريشن. طب احنا شو استفدنا؟ اذا وين المشكله هون؟ المشكله دكتوره كاينتيكيه وليست دايناميكيه. المشكله هون يا جماعه بالامتصاص بالادمي، المشكله هون في البي كي اي والايونيزيشن، لانه هذا سترونج بيس، البي كي اي له عاليه، البيسيسيتي عاليه، يبقى متاينا داخل البلد، ما بعبر الممبرين وبوصل للتارجت طول ما هو ايون. والحل الحال دبارك عنا يا تيرشري أمين، معلش اجوا على هذا الموقع، 1 2 3 اجوا على هذا الموقع 3 من البيبريدين عندي هون هيدروجينتين، شالوا هيدروجين يحطوا فلور. الفلور شو عملت؟ الفلور يا جماعة is electronegative atom، إلها it has a very strong effect on acidity وبسيسيتي على الفانكشنال جروبس المجاورة،
شو عملت الفلور؟ عبر سيجما بوندز قعدت تسحب الإلكترونات تسحب الإلكترونات تسحب، وبالتالي يا جماعة تأثر اللون بير، هيو اللون بير أوف إلكترون، هيو هذا اللون بير أوف إلكترون، تأثرت هاي الحركة اللي هي البيسيسيتي أوف أمين، تأثرت وضعفت. ليش يا دكتورة ضعفت؟ ليه دكتورة؟ لأنه هذه الفلور بتسحب بتسحب عبر روابط سيجما، بتسحب قاعدة عم تسحب إلكترونات عبر روابط سيجما. لما قاعدة تسحب إلكترونات إيش صار للبيسيسيتي؟ إيش صار للبيسيسيتي للنيتروجين أو للأمين؟ قلت. إيش صار للحركة هاي؟ ضعفت، وبالتالي صار عندي البي كي اي 7.6. لحظة عندي 7.6 في الجسم ولا يعني هذا دكتورة رح يعطيني 50-50 unionized و 50 unionized؟ نعم، والان ايونايزد حيعبر الممبرين، حيعبر الممبرين يوصل وين؟ البروتين التارجت. ماشي، هذا التعديل يا جماعه ادى لايش؟ قلت البي كي اي وقلت الكليرنس، قلت البي كي اي وقل الكليرنس، معدل الكليرنس قل، فاصبح هذا يمتص ويدخل البلد ويوصل للبروتين تارجت قبل ما البيتا جلايكوبروتين يعمل له اكسكريشن. يعني هذا بوصل يوصل للتارجت قبل ما يلحق البيتا جلايكوبروتين، ماشي، ويشتغل شغله. شوفوا يا جماعه شو صار في المركب، انتقل من الانفيفو وين وصل، او الانفيترو وين وصل؟ وصل لفيز 1 كلينيكال. ماشي، نتوقف يا جماعه عند هاي الكيس، نتوقف أوكي، بنكمل إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تعالى. أوكي، نشوفكم إن شاء الله على خير، والله يعطيكم العافية وما تأخذوني طولت عليكم. مع السلامة.